الاي ليرنينج باي اونلاين اللي هي الكورس بتاعنا الاكاونتنج فور كوربريشن. طبعا المحاضرات السابقه قبل كده اتكلمنا عن مسائل، خدنا مسائل كتير عن الستوك كوربريشن، وخدنا مسائل صغيره كنت بخليك ان انت ازاي تحسب الستوك بتاعت الكوربريشن، وازاي ان انت كنت بتأيدها هاو تو ريكوردنج باي جورنالايز. طبعا انا جمعتهم لك كلهم في بروبلم واحده، وهنشوف البروبلم دي عباره عن ايه وايه فكرتها، وانا جمعت لك الفكره كلها في البروبلم دي، وهنشوف هو طالب من سيادتك الريكوايرد ايه، وهنشوف من خلال الريكوايرد هنبتدي نحل الخطوات من خلال البروبلم اللي هو مديها لسيادتك. نقرا كده مع بعض البروبلم دي. بيقول لك a stock corporation reported the following amounts in the stockholders equity section of its December 31, 2018 balance sheet. مدي لسيادتك الستوك هولدرز ايكويتي. الستوك هولدرز ايكويتي طبعا احنا عارفين اللي هي عباره عن الستوكس والايه والاديشنال بيد ان كابيتال والريتندد ايرنينجز. طبعا الايتيمز اللي بتتحط في الستوك هولدرز ايكويتي بيبقى عباره عن الستوكس. الستوكس عندك may be classified into two items، عندك او two or two categories اللي هي الكومن اند بريفيرد، وعندك الاديشنال بيد ان كابيتال، وعندك الريتندد ايرنينجز. بيقول لك الكومن ستوكس البار فاليو، انا مدي لسيادتك كويتشن مارك، هتطلب ان انت ازاي تحسبه، هوريك ان انت ازاي ان انت تحسب البار فاليو بتاع الكومن ستوك. بتوين براكتس بيقول لك ال 400 شيرز authorized، بيقول لك عدد الاسهم المصرح به 400,000، طبعا اللي اصدرهم 200,000 شيرز issued، عدد الاسهم المصدره 200,000 issued، يبقى القيمه نفسها قيمه بقى الايه الفاليو، the value of the common stocks which بقى ايه which value 5 مليون. طيب يبقى هنا كده في الحاله دي بقى بيقول لي سيادتك عشان تحسب البار فاليو هتتحسب ازاي. طبعا احنا كل شغلنا من نمبر اوف شيرز باي اثورايز ولا باي ايشود. باي ايشود ليه؟ ان هو بيقول لك ان عدد الاسهم اللي هو مصرح بيه ال 400,000 شيرز اثورايز، ده اللي انت مصرح بيه، ده اللي انت واخد رخصه بيها، بس انت الايشود اللي انت اصدرتها كام؟ ال 200 ايه ال 200,000. يبقى عشان تحسب حضرتك الايه البار فاليو بتاع الكومن السوق هيبقى عباره عن هتاخد ال 5 مليون اهو، هنمشي مع بعض خطوه خطوه. يبقى هناخد ال 5 مليون وايه هنقسمها على ديفايدد باي ال 200,000، يبقى ايكوال 25 ايجيبشن باوندز. يبقى الرقم اللي هو الكويتشن مارك دي اللي هو بيقول لك البار فاليو بتاع الكومن ستوك هيبقى بكام؟ 25. جت منين 25؟ بتاخد ال 5 مليون الفاليو ونقسمها على ديفايدد باي النمبر اوف شيرز باي ايشود. النمبر اوف شيرز باي ايشود ال 200,000، يبقى يطلع معاك 25 الكومن ستوكس. طيب البريفيرد ستوك البار فاليو بتاعتها كام؟ 50. بيقول لك ال 100,000 شيرز اثورايز المصرح به 100,000، وبيقول لك ايه بقى والشيرز ايشود، طبعا النمبر اوف شيرز نمبر اوف شيرز ايشود بكام بقى، مدي لك كويتشن مارك وهطالب من سيادتك ان انت ازاي تحسبه. طبعا مدي لك هنا القيمه نفسها الفاليو باي بريفيرد ستوكس كام؟ 2,500,000. يبقى هنحسبها ازاي؟ نفس الفكره بالظبط. طبعا هناخد ال 2 مليون، هناخد ال 2 مليون اهي، هنمشي مع بعض خطوه خطوه. ال 2,500,000 ماشي، التو مليون هناخد او زي ما هو هنا مدي لسيادتك، هناخد برضو التو مليون 500,000 وديفايدد باي 50، يبقى هتطلع الايه الايه النمبر اوف شيرز باي ايشود هيطلع معاك 50 ايه، هيطلع معاك 50,000. يبقى عرفنا ال 50 جت منين يا شباب؟ يبقى عرفنا طبعا ال 50 واضحه جت منين. يبقى هنا الكويتشن مارك باي 50 جت منين؟ بتاخد ال 2 مليون 500 ديفايدد باي 50، يبقى هتطلع النمبر اوف شيرز باي ايه؟ باي ايشود. طيب الاديشنال بيد ان كابيتال مديلك البريفيرد ستوكس بكام؟ ب 900,000، والكومن ستوكس 1 مليون 500، والريتندد ايرنينجز بكام؟ ب 300,000. يبقى التوتال ستوك هولدرز ايكويتي، طبعا بتجمع دول بتعمل سم فور ذيس نمبرز، طبعا هتطلع في الاخر التوتال ستوك هولدرز ايكويتي بكام؟ ب 10,200,000 ايجيبشن باوندز. طبعا هنا بيحكي لك بقى بيقول لك during 2019 the company took part in the following transactions concerning a stockholders equity.
وطبعا هنا بيطلب منك فيه شوية بيانات، طبعا items هنقرأ مع بعض واحدة واحدة، ونحل بقى ايه مع بعض كل transactions، ايه هنعمل لها journalize. ان هو طالب من سيادتك في required how to prepare journal interest or journalize interest to record the transaction occurred during 2019 and number 2 how to show the effect of these transactions on 31 December 2019 by stockholders equity section. طيب نشوف مع بعض طبعا السوليوشن، هنمشي مع بعض خطوه خطوه. بيقول لك في 1 ايه بقى، في 1 جان 2019 اللي حصل issued 10,000 common shares for a building value at بكام، ب 300,000 and inventory valued at 80,000 Egyptian pounds. again بيقول لك 1 جان 2019 issued 10,000 ده النمبر اوف ايه، نمبر اوف شيرز باي كومن كومن شيرز بتاعتنا، عدد الاسهم المصدره. ان انت حضرتك بيقول لك ان الشركه اصدرت 1 جان 2019 issued 10,000 common shares، الشركه اصدرت 10,000 for a for a building valued بكام، ب 300,000 Egyptian pounds and inventory valued by a by 80,000 Egyptian pounds. يبقى كده حضرتك بيقول لك، يبقى لما تيجي تعمل how to record in the journal، طبعا حضرتك ايه اصدر 10,000 سهم، ده يعتبر نوع السهم common، جاب بيهم ايه بقى building و inventory. طبعا ال building وال inventory دول بيعتبروا بالنسبة للشركة ايه assets، وال assets النيتشر بتاعها debit ولا credit، debit. فهو هيسجل عندك في 1 جان building بكام، جاب بيهم building ب 300,000 وال inventory ب 80,000 وأيدناهم عندنا في الايه في الديبت. كده في مشكلة بالنسبة لك؟ لا. طيب بعد كده هنشوف بقى، هنأيد عندك الكومن ستوك، ان الكومن ستوك دايما بتتحط في الستوك هولدرز ايكوتي، والكومن ستوك اصلا النيتشر بتاع اي ستوكس، ولما تيجي تعملها ريكوردنج ان ذا جورنال بتتأيد عندك في الكريدت، فالكومن ستوك اساسا بيتحط في ايه، في الكريدت. طيب الكومن ستوك بتاعها بقى البار فاليو هو اصدر كام، ها هو اصدر كام 10000. طب 10000 بقى البار فاليو بتاعتها كام، اهو البار فاليو اللي حضرتك اللي انت حسبتها اللي كانت هنا كويتشن مارك 25، يبقى 10000 ملتبلاي 25 ايكوال 250، اهي يبقى 250 ده الكومن ستوك. طبعا الفرق طبعا ما بينهم الديفرنس بتوين ذم، طبعا الفرق اللي حصل ان المعروف لازم يطلع التوتال ديبت ايكوال التوتال كريدت، الفرق كام بينهم بالظبط، هيطلع الفرق كام 130، ده الاديشنال بايد ان كابيتال اللي هي خاصه ريليتد بالكومن ستوك. طبعا الاكسبلينيشن بتقول issued common stocks for a for assets، طبعا جت منين اهو، طبعا بتجمع 300 plus 80 equal كام 380، طبعا بشيل منها minus 250 يبقى هتطلع الفرق ما بينهم اللي هي 130، ده الاديشنال paid in capital، ده رأس المال الاضافي اللي انت اصدرت بيه الاسهم علشان تزود بيه رأس مال الشركة. تمام كده، يبقى ده اللي حصل في 1 جان. طب اللي بعده بقى، اللي بعده في 8 جان اللي حصل 8 جان 2019 issued 12,000 preferred shares for 110 per share cash. يعني ايه اللي حصل يوم 8 جان، في 8 جان اهو بنأيدها عندنا في 8 جان، ايه اللي حصل ان انت اصدرت اهو، اصدرت ايه بقى issued number of shares عندك 12,000 preferred shares، النمبر اوف شيرز كام بقى، النمبر اوف شيرز باي ايشود 12000. طبعا دي نوع الستوك بريفيرد ولا كومن، قال لك ان هي بريفيرد، قال لك بكام 410 ايجيبشن باوندز، البير شير كاش، حولهم على ايه، على انهم كاش، فبالتالي بحضرتك او انت اصدرت 12000 خلاص، النمبر اوف شير عدد الاسهم بتاعتها، الشير بتاعتها سعر السهم كان بكام 110 بير شير، طبعا باي ايه باي كاش، يبقى لما هتيجي تأيدهم عندك باي كاش هتأيدهم ازاي، هتاخد ال 12000 ملتبلاي 110 ايكوال كام 1 مليون 320 ايجيبشن باوندز، اهو 1 مليون 320000 ايجيبشن باوندز باي ايه باي كاش، ان حضرتك اخدت فلوسك كاش، ان انت اصدرت كام الايشود النمبر اوف شيرز
12,000، قال لك البير شير 110 وهتاخدهم باي ايه؟ باي كاش. يبقى كاش عندك باي ديبت، طبعا كتبنا فور ذيس نمبر. هنكتب بقى عندنا الستوكس، طبعا اي حاجه فيها ستوكس سواء كان كومن او بريفيرد بتحط طبعا النيتشر بتاعها فين، ديبت ولا كريدت، في الكريدت. فهنا بيقول لي سيادتك هنا هنكتبها طبعا ان نوع الستوك اللي انت شغال عليه على انه ايه، بريفيرد. فهتكتب بقى البريفيرد ستوك، كام البريفيرد ستوك؟ طبعا هو عدد الاسهم اللي هو اصدرها كام، 12,000. يبقى هتاخد ال 12,000 مالتيبلاي البار فاليو بتاعتها كام، 50 اهو، البار فاليو بتاع البريفيرد ستوك 50، يبقى يطلع معاك كام، 6 ايه 600. تمام. والفرق ما بينهم الديفرنس بتوين ذم اللي هي 720، ده الاديشنال بيد ان كابيتال اللي هي خاصه بالبريفيرد ستوك، وطبعا الاكسبلينيشن بنقول عليها ان هي ايشيود بريفيرد ستوكس. تمام كده. طيب ترانزاكشن اللي بعدها 15 جان 2019، بيقول لك ايشيود 1000 كومن شيرز فور ادفرتايزنج كومباني از ادفرتايزنج اكسبنسز ذات فاليود 40,000 ايجيبشن باوندز. بيقول لك ان هو اصدر كام سهم، 1000 كومن شيرز، عدد الاسهم وطبعا نوع السهم اللي هي كومن، جاب بيهم فور ادفرتايزنج كومباني از ادفرتايزنج اكسبنسز، جاب بيهم على انهم ايه، عشان يعمل بيهم اعلانات خلاص، وكلفوا الادفرتايزنج اكسبنسز بكام، ب 40,000 طبعا اكسبنس ادفرتايزنج اكسبنسز. يبقى كده لما تيجي تعمل هاو تو ريكوردنج ان ذا جورنال، ادفرتايزنج اكسبنس تبقى ديبت ولا كريدت؟ اكسبنس النيتشر بتاعها ايه، ديبت. فهنكتب على انها advertising expense بكام، ب 40,000. تمام. طيب المسألة دي طبعا النوع الستوك بتاعتها common ولا preferred؟ لا، قايل لك ان هي common. طبعا هتاخد ال 1000 هنضربها في كام، في طبعا الكومن ستوك البار فاليو بتاعتها 25، يبقى 1000 multiply 25 equal ايه، 25,000. ده الكومن ستوك، والفرق ما بينهم الديفرنس بتوين ذم طبعا ده الاديشنال بيد ان كابيتال، ده راس المال الاضافي اللي زاد بيه الشركه، ال 15,000 اللي هي الاديشنال بيد ان كابيتال اللي هي كومن ستوكس. طبعا الاكسبلينيشن هنقول ايشيود كومن ستوكس فور سيرفيس. تمام. طيب اللي بعده، الخطوه اللي بعدها بيقول لك في 5 فبراير 2019 purchase 2000 shares of its own common stocks as treasury stocks at a price of 45 Egyptian pounds per share. اللي حصل ان هو راح اشترى purchase 2000 shares of its own من الايه، من ملاك الكومن ستوكس، as a treasury stocks. البرايس بتاعتها كام، 45 ايجيبشن باوندز بير شير، يعني كل سهم طبعا اشتراه بكام، السعر بتاعه 45 ايجيبشن باوندز. طبعا حضرتك زي ما احنا اتفقنا لما جينا اتكلمنا عن التريجري ستوكس، التريجري ستوكس دي اللي هي عباره عن ايه، دي اسهم بتقوم بيه الشركه المصدره للاسهم باعاده شرائها من السوق عن طريق عمليه شراء من خلال البورصه، ودي بنسميها اسهم الايه، الخزينه. واسهم الخزينه ده لا يحق لها توزيعات او حق التصويت خلال فتره الملكيه. وطبعا اسباب لجوء طبعا الشركات لاسهم الخزينه اللي هي التريجري ستوكس، نمره واحد عشان تخفيض راس مال الشركه بتلك الاسهم، ان طبعا هم بيبقى اغلب الشركات بيبقى عايزين يعملوا تخفيض لراس مال راس مال الشركه بتلك للاسهم بتاعتهم، فبالتالي ده من احد اسباب لجوء الشركات للتريجري ستوكس. نمره 2 توزيع الارباح في شكل اسهم مجانيه، وذلك باستخدام التريجري ستوكس المتاحه في حاله الديستريبيوشن. نمرة 3 لزيادة الطلب على الأسهم في بورصة الأوراق المالية أو في البورصة نفسها في حالة انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة. طبعا عشان برضو عشان يحصل زيادة طلب على الأسهم في البورصة نفسها من خلال الشركة، طبعا لازم بيحاول إن هو يعمل انخفاض في أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة. فدي من أحد الأسباب اللجوء للشركات بالنسبة للتريجري ستوكس. فطبعا هو راح عمل إيه، راح اشترى 2000 سهم، خلاص 2000 سهم، طبعا 2000 shares of its own common stocks من الايه بقى، من يعني راحوا قاموا بإعادة شرائها في السوق مرة أخرى، يعني قاموا بشرائها، يعني هم باعوها وبعد كده قاموا بشرائها تاني من نفس الايه، من نفس المكان اللي هم كانوا بايعين، لا كانوا بايعين لها الايه، الستوكس بتاعتهم. فهو بيقول سيادتك عشان تعمل how to recording in the journal، طبعا ايه، طبعا دي treasury stocks، فطبعا اي حاجة طبعا treasury stocks طبعا بتسجلها عندك by debit،
ان هي تريجري ستوكس النيتشر بتاعها باي ديبت. طبعا بتتحسب ازاي؟ طبعا زي ما احنا اتفقنا هنمشي مع بعض خطوة خطوة. اهي التريجري ستوكس هناخد ال 2000 مالتبلاي ال 45 هيطلع 90000. يبقى 2000 مالتبلاي 45 هنطلع ايكوال كام؟ 90000. طبعا تريجري ستوكس طبعا ايه حضرتك انت اشتريت ودفعت الفلوس باي ايه؟ طبعا باي كاش، ان هي ده تريجري ستوكس، ان انت قمت باعاده شرائها مره اخرى من السوق. طبعا اشتريت 1000 سهم من الاسهم بتاعتك بسعر السهم 45 ساعتها، طبعا اشتريته باي ايه؟ باي كاش. طبعا هنا الايه الاكسبلينيشن هنقول اكوايرد تريجري ستوك. العمليه اللي بعدها طبعا after the transaction في 1 May 2019 sold، باع بكام بقى؟ sold 1500 shares of the treasury stocks at a price of 50 Egyptian pounds per share. يعني هو باع بكام؟ ب 1500 سهم خلاص من التريجري من التريجري ستوكس بتاعته بسعر كام؟ 50. يعني هو باع بكام؟ ب 50. يبقى طبعا لما هناخد ال 1500 اللي اتباعوا 1500 multiply 50 هيطلع ايكوال كام؟ 75 ايجيبشن باوندز. ان حضرتك الحاجه اللي اتباعت هتاخد فلوسه باي ايه؟ ها يو كولكتد باي كاش، صح ولا لا؟ هنا اللي قبليها يقول لك انت يو بيرتشيز، خلاص انت بتشتري يو بيرتشيز ذا تريجري ستوكس ولازم هتدفعها ايه؟ يو بيد باي كاش. لما يبقى يو بيد باي كاش فالكاش بيسمى عندك في الكريدت. لما يقول لك يو كولكتد باي كاش يو سولد ذا تريجري ستوكس اند كولكتد باي كاش، كولكتد باي كاش يبقى الكاش هيسمى عندك في الايه؟ في الديبت. بكام؟ هتاخد ال 1500 مالتبلاي 50 ايكوال كام؟ 75 ايجيبشن باوندز. تمام؟ هيتقسموا طبعا. هنشوف الاول التريجري ستوكس بتاعته كان كام، جت منين بقى ال 67500. هو بيقول سيادتك هو اتباع، انت بعت كام؟ 1500 من كام؟ من 2000، صح ولا لا؟ من ايه انت بعت كام؟ يو سولد ذا تريجري ستوكس 1500 من من البيرتشيز اللي عندك 2000. يعني الفرق كام؟ في فرق عندك ديفرنس كام؟ 500 مالتيبلاي السعر بقى اللي هو موجود عندك 500 multiply fifty ثواني كده اللي هي الفرق اللي حصل ما بينهم اللي هي 67500. هقول لك ان هي اتحسبت ازاي. هو طبعا دي واحدة احنا خدنا هنا ال 2000، هو اباع ب 1500 طبعا بسعر 50، فاتبقى معاه طبعا بسعر كام؟ 75000. طبعا هو التريجري ستوكس اساسا الاساس بتاعه بكام؟ 1500 في 1500 ايوه multiply 45 طلع معانا صح 67500. طيب تمام، يبقى التريجري ستوكس دول يا شباب اتحسبت بقى على اساس ان هو طبعا بيقول لك هنا، هنعيدها تاني، بيقول لك ان هنا 1 May 2019 هنسجل هنا في 1 May 2019 you sold the treasury stocks. طبعا you sold the treasury stocks طبعا يبقى you collected by cash بكامل كاش، هتاخد ال 1500 multiply ال 50. طبعا ان عدد الاسهم النمبر اوف شيرز باي سولد 1500 والبرايس بتاعتها بير شير بكام؟ ب 50، هيطلع معاك ايكوال كام؟ 75000 طبعا باي كاش. طيب التريجري ستوكس اساسا الاساس بتاعه كام؟ انت كنت بايعه بكام؟ انت كنت بايع سولد التريجري ستوكس بكام؟ ب 1500، وهو اساسا كان بسعر كام في الاساس اللي انت اشتريته؟ 45. يبقى هتاخد ال 1500 مالتيبلاي ال 1500 النمبر اوف شيرز مالتيبلاي ال 45
هتطلع طبعا التريجري ستوكس اللي هي الاساس بتاعك اللي هي 67500 ايجيبشن باوندز، 67500، 67500 ايجيبشن باوندز ده التريجري ستوكس اللي هي المفروض ده الاساس اللي انت المفروض اللي انت هتبيعه، اللي انت لو انت كنت هتبيعه في الاساس كنت هتبيع ب 1500، 1500 بسعر كام؟ باللي انت اشتريته 5 ايه 45، لا انت رحت بايعه بكام؟ ب 50. فانت كسبان كام الفرق بقى؟ الفرق المكسب ده يعتبر انت كسبان كام الفرق الديفرنس؟ 7500 ايجيبشن باوندز، دي اللي احنا بنسميه الاديشنال بيد ان كابيتال اللي هي التريجري ستوكس. طبعا هنا الاكسبلينيشن بنقول سولد شيرز اوف تريجري ستوكس. تمام، يبقى عرفنا طبعا ال 67500 جت منين، هنعيدها تاني مره تانيه. يبقى ايه؟ يبقى بيقول لي سيادتك انت كنت بايع، يو سولد ذا تريجري ستوكس اند كولكتد باي كاش بكام النمبر اوف شيرز؟ 1500. والتريجري ستوكس بتاعتها كام؟ البرايس، البرايس بير شير ها 50. يبقى هناخد ال 1500 multiply 50، يبقى الكاش كام؟ هتاخد فلوسك كاش ب 75. طيب هو في الاساس انت كنت شاريه بكام؟ ب 45، وانت بايعه بكام؟ 1500. يبقى 1500 multiply 45 يبقى ده الاساس بتاع التريجري ستوكس اللي هي 67500 ايجيبشن باوندز. والفرق اللي حصل ده يعتبر ده مكسب ليك خلاص، ان حصل يعتبر لما يبقى مكسب ده بيبقى يحصل additional paid in capital، ده بنزود رأس مال الشركة بنسميه رأس المال الاضافي، ال additional paid in capital اللي هي related by treasury stock. اخر بقى ترانزاكشن بيقول لك في ذا لاست داي اوف ذا يير 31 ديسمبر 2019 النت بروفيت فور ذا يير 2019 ووز كام؟ ب 300000 ايجيبشن باوندز، او ب 300000 ايجيبشن باوندز. طبعا ريتيندد ايرننجز، طبعا الريتيندد ايرننجز لما تيجي تعمل لها كلوزنج بتعمل لها كلوزنج ويز انكم سمري، والريتيندد ايرننجز اساسا ماشي اساسا النيتشر بتاعها بيتحط في الكريدت ان هي تبع الاونرز ايكويتي، واي حد واي اي ايتمز تبع الاونرز ايكويتي اور ذا ستوك هولدرز ايكويتي زي الريتيندد ايرننجز، الكابيتالز، الستوكس سواء كان كومن او بريفيرد، الاساس بتاعها النيتشر بتاعها في الايه؟ في الكريدت. فحضرتك لما تيجي تعمل لها كلوزنج تو كلوز ويز ايه؟ انكم سمري. بكام بقى هو قفلها مع الانكم سمري؟ بكام؟ ب 300 ايه؟ ب 300000 ايجيبشن باوندز. طبعا هنا الاكسبلينيشن تو كلوز انكم سمري اكاونت. طبعا كده احنا عملنا نمبر 1 في required prepare journal entries to record the transaction occurred during 2019. نمبر 2 بقى طالب من سيادتك how to show the effect of these transactions on 31 December 2019 stockholders equity section. ازاي بقى حضرتك دلوقتي هنعمل الستوكهولدرز ايكوتي، الستوكهولدرز ايكوتي اون 31 ديسمبر 2019. طبعا ببتدي الاول حاجه، طبعا دي من احد ضمن الرولز، ببتدي بالستوكس. الستوكس متقسمه نوعين، بريفيرد وكومن. اول حاجه ببتدي بالبريفيرد. عندك البريفيرد البار فاليو بتاعتها كام في المساله؟ كانت ب 50، والاثورايز بتاعتها كانت بكام النمبر اوف شيرز؟ ب 100000. طيب وعندك النمبر اوف شيرز باي ايشود احنا كنا مطلعينها بكام؟ بهنا الكويتشن مارك كان ب 50، جت منين ال 50؟ خدنا 2,500,000 ديفايدد باي 50، طلعنا ان هي النمبر اوف شيرز باي ايشود بكام؟ ب 50. بايه؟ ب 50 اهو، هناخد ال 2,500,000 divided by 50 هيطلع 50. نتأكد برضو ان احنا شغلنا برضو مظبوط. مظبوط. بكام؟ ب 50. تمام، نتأكد بقى كده في الحل تحت. ايوه مظبوط اهو، البريفيرد عندك البار فاليو طبعا كان ب 50، كان الاثورايز بكام؟ ب 100 شيرز. طيب هو بقى بيقول لسيادتك بقى النمبر بقى اوف شيرز باي ايشود دلوقتي في نهايه السنه بقت بكام؟ تعالى بقى نعد مع بعض. هو كان بدا بكام الاول؟ زي ما انا قلت هنا جت منين النمبر ده اللي هي النمبر اوف شيرز؟ هو بدا ان هو في اول الشركه لما جه اسس النمبر اوف شيرز باي ايشود ان بريفيرد ستوكس كانت بكام؟ ب 5 ب 50 ب 50000. طبعا ال 50000 جت منين؟ ال 2 مليون 500000 divided by 50، طلعنا ان هي 50000 ده number of shares by a by preferred stocks. طيب وايه تاني بقى؟ نرجع بقى للمسألة، هنشوف اي حاجة فيها preferred هنزودها، هنزودها معانا مع ايه؟ عدد الايه؟ الاسهم اللي زادت عندك في المسألة.
هي ايه ال number of shares اهو، هناخد 50,000 وهنجمع عليها sum. في هنا دي خاصة بالكومن، لا مش هناخدها. اللي بعده preferred plus، يبقى 50,000 plus 12 equal كام؟ 62. طيب في عندك preferred تاني في المسألة؟ لا مفيش preferred تاني. يبقى كده يبقى number of shares في نهاية السنة، number of shares by issued in preferred stocks طبعا هيبقى 50 plus 12 equal ايه؟ 62. اهي 62,000 the number of shares by issued. طبعا ايه بقى حضرتك هتاخد الرقم ده هتحسب ازاي بقى؟ 3 مليون 100 هتاخد 62,000 multiply 50 يبقى هتطلع كام الرقم اهو 62,000 multiply 50 هيطلع معاك النمبر ده اللي هي 3 مليون 100 ايجيبشن باوندز. طيب الكومن ستوكس نفس الكلام، البار فاليو احنا طلعناه بكام؟ ب 25. طبعا جت منين 25؟ خدنا ال 5 مليون ديفايدد باي ال 200,000 النمبر اوف شيرز باي كومن ستوك، طلعنا البار فاليو 25. طيب الاثورايزد النمبر اوف شيرز بتاعتها كام؟ 400. طيب والايشود النمبر اوف شيرز بتاعتها كام؟ لا مش بال 200، هو بدا بال 200 بس في نهايه السنه هيوصل لكام؟ هناخد ال 200 اهو مع بعض ال 200,000 بعد كده بلس. في عندك كمان انت اصدرت issued number of shares خاص بالكومن 10,000 plus، عندك كمان في كومن تانية ب 1,000 صح كده؟ طيب في حاجة تانية؟ لا مفيش. يبقى التوتال هيطلع 211,000. جات منين ال 211,000؟ again تاني ايه هناخد زي ما اتفقنا اهي، هناخد ال 200,000 plus ال 10,000 اللي هي خاصة بال number of shares by common stocks plus ال 1,000 اللي هي خاصة بال number of shares by commons، هيطلع 211,000. يبقى 211,000 the number of shares by issued. يبقى هناخد ال 211,000 number of shares multiply ال par value 25 هيطلع معاك for this number. يبقى كده طلعنا ال common stocks. يبقى كده انت طلعت ال value بتاع ال preferred stocks بكام، وطلعت ال common stocks ال ايه ال value بكام. طيب ال additional paid in capital ال preferred stocks بتاعتها كام؟ ال additional paid in capital طبعا ال additional paid in capital كان ال common stocks بتاعتها كانت كام وال preferred كانت بكام؟ هو قايل لك هنا طبعا هو ماشي بالترتيب، هو بدأ بال preferred. طيب ال preferred كام بقى؟ اهو انت عندك كان في الاساس كانت كام ال preferred؟ كان ب 900,000 وهنجمع عليها بقى هنشوف اي حاجة كان فيها معانا preferred اهو في ال additional paid in capital. يبقى 900,000 plus ال preferred اللي هي 720 اهو، يبقى 900 plus 720 هيطلع 1,620,000 اهي. طلعنا ال additional paid in capital الخاصة بال preferred. يبقى عرفنا جت منين اهو، خدنا ال 900 plus اي حاجة هتقابلني additional paid in capital preferred، مفيش الا في المسألة كلها الا ايه ال additional paid in capital ال preferred بايه بكذا. تمام يبقى ايه 900 plus 720 هيطلع معاك ايه for this number. طيب ال additional paid in capital ال common stock، ال additional paid in capital by common stock كام؟ 1,500,000 وهنجمع عليها plus ال 130 يبقى ايه؟ يبقى 1,500,000 plus عندنا ال additional paid in capital common stock كام؟ 100 plus 130 بعد كده في common stock تانية plus 15 تمام. يبقى هيطلع معانا التوتال، مفيش تاني common stocks، يبقى هيطلع معانا التوتال 1,645,000. طيب ال additional paid in capital by treasury، ال additional paid in capital in treasury كام ال additional paid in capital؟ طبعا هنزود كمان عندنا ال additional paid in capital by treasury stocks
طبعا ان في عندنا في فلوس تانية اضافية لازم هتتزود خاصة بالاديشنال، طبعا خاصة بالتريجري ستوكس اهو هنزودها من خلال الحاجات اللي اتباعت. انت كنت شاري ب 2000 وبعت ب 1500، بس انت مرة انت اشتريت ب 2000 ب 2000 ستوكس، ده النمبر اوف شيرز كان بسعر كام البرايس 45، انت بايعها بكام ب 50، فحققت مكسب 7500 ايجيبشن باوندز، ده الاديشنال بيد ان كابيتال اللي هي ريليتد بالتريجري ستوكس. طبعا اهو الاديشنال بيد ان كابيتال باي تريجري ستوكس فور ذيس ايه فور ذيس نمبر. طيب والريتندد ايرننجز كام عندك الريتندد ايرننجز؟ اهي ان انت عملت لها طبعا في الايه لما جيت عملت لها اكونت ليها ب 300، طبعا انت كان عندك هنا 300 ان متسجله عندك هنا ب 300 في المساله، وفي عليهم كمان 300 في المساله، في المساله اللي انا مديها لك ان الريتندد ايرننجز ب 300 مديها لك جيفن، وكمان عليهم زاد عليهم في ريتندد ايرننجز ان الشركه حققت نت بروفيت في نهايه السنه ريتندد ايرننجز ثانيه بكام ب 300، يبقى التوتال كام 600. بعد كده اخر حاجه بقى بنخصم منها التريجري ستوكس، طبعا طبعا دي قاعده من احد القواعد، المبلغ اللي اتبقى معاك بيتخصم من الستوك هولدرز ايكويتي، المبلغ اللي اتبقى معاك من التريجري ستوكس. ايه المبلغ اللي اتبقى معاك من التريجري ستوكس؟ نرجع للمساله، مش انت شاري التريجري ستوكس ب 2000 وبيعه بكام؟ ب 1500، اتبقى معاك كام؟ ب 5 ايه 500 ال number of shares، وانت كنت جايبه بسعر كام اللي انت اشتريته 45، يبقى المبلغ اللي اتبقى معاك الفرق ما بين ال number of shares بالنسبه للتريجري ستوكس اللي هي ال 2000 ماينس ال 1500، الفرق ما بينهم ما بين طبعا انت شاري ب 2000 وبعت ب 1500، يتبقى معاك كام 500، ال 500 وبسعر اللي انت اشتريته 45، يبقى 500 multiply 45 هيطلع معاك ايكوال كام؟ يبقى 5 اهو مع بعض 500 multiply 45 هيطلع معاك ايه الايه بقى 22500 ايجيبشن باوندز، ده المبلغ اللي اتبقى معاك خلاص من التريجري ستوكس اللي هي هتتخصم من الستوك هولدرز ايكوتي. فبالتالي يبقى كده عشان نقدر نحسب التوتال ستوك هولدرز ايكوتي زي ما احنا اتفقنا اهو، بناخد البريفيرد بلس الكومن ستوكس بلس الاديشنال بيد ان كابيتال اللي هي ريليتد باي البريفيرد ستوكس بلس الاديشنال بيد ان كابيتال اللي ريليتد باي كومن ستوك بلس الاديشنال بيد ان كابيتال اللي هي الخاصه بالريليتد باي تريجري ستوكس بلس الريتندد ايرننجز ماينس التريجري ستوكس، هيطلع لك في الاخر التوتال ستوك هولدرز ايكويتي. وشكرا.